لابد ان كل شيء سيخضع عندنا لمن؟ مقاييس، وهذه المقاييس يتم عمليه تحسينها. طيب لما نروح افلاطون، افلاطون منحنى اخر، واحد ثاني. ايش يقول افلاطون؟ افلاطون يرى ان النظريه عنده دائما هي نظريه عقلانيه. ايش الفرق بين منطقي وعقلاني؟ يعني هو يقول لك انا ما احكم، احنا الان كبر عقلاني تتوقع انه عمل تفكيري، لا، هو يقول انا مش لازم اسوي تجربه. بالحدس، بالتخمين، من خلال افكاري، البقره تدل على البعير، جيد، والخطوه تدل على المسير، فانا استطيع من خلال التفكير المجرد استطيع ان اصل النتائج. خلاص؟ فيقول لك انا مش لازم احضر دوره تدريب مدربين يا اخي، انا من خلال التفكير المجرد، عندنا دوره ايش يحتاج لها؟ 1 2 3 4، خلاص؟ انا سامارس تدريب وعندي مدربين، ماذا سيحتاج؟ اعلمهم معلومات، اعطيهم مهارات. هذا الشخص لا يرى الان انه يحتاج الى جانب من؟ علمي. يرى انه يحتاج الى جانب حدسي، جانب تخمينات، وبالتالي هذا العنصر جالس يفكر مش في جانب عملي تجريبي،